سيدي هذا الحولي من ناحيه اقليم الرحامنه بن قرير، حنا شي 20 عام تنجيو هنا للقريه السلا، كنبيعوا السلعه عندنا مزيانه كل كليان، كنجيو كنفرقوا للناس عبد التليفون كاع تيقول لك خلي لي البيمه ديالي، وديما تنجيو هنا بالعلف عندنا نقي على القمح الفصه الدوله كيلقحوا الدوله هالطانقه شتي دايره لنا الدوله. كنشوفوا هاد الحوالات تبارك الله عندكم الواصلين في الثمانه كاينه حتى 140 وكاين الكليان ديالهم كاين الكليان ديالهم الحولي اللي كنشريو الغنم تنشريوه 300,000 مليون ونص باش تنشريو، والكتيبه عندنا عزيزه علينا الكتيبه خاصنا نديرو ضروري. هذا اللي في يدك شحال الثمن ديالو؟ هذا 90 ريال 90 باش تباع محسوبين حنا على الرحامنا الحفلات جماعات عكرمه. بالنسبه للاثمنه كي داير هذا العام؟ شويه العلف غالي، العام العلف غالي شويه طالع واللي زاد شويه الثمن. حنا تنشريو تيعلف عندنا 6 اشهر تنجيبوه للسوق تياكل حتى 20,000 ريال، داكشي على المده اللي قاعد عندك، على المده كاين اللي كياكل لك 20 كاين اللي ياكل لك 14، داكشي على المده 14 في الشهر. لا في العلف ديالو وديك 6 اشهر اللي كيقعد ولا 4 اشهر تياكل لك 14,000 ريال، بين 14 20,000 ريال. كيقعد عندنا 6 اشهر في العلف ديالو كنجيبوه هنا نوجدوا للعين. الكليان ديالنا اللي كنجيبو ليهم هنا تيجيو تديو عندنا العلف مزيان، معمر دام عندنا شي حاجة شي واحد وقال لك ما مزياناش ولا شي، هاد كتشوف هادشي كامل هاو كنبيعو على الكليان هادشي. بالنسبة للثمن هاد العام مزيان مزيان مناسب، كنبيعو من 60 حتى 100. الفلاح شوية بحال مضرور شوية من جهة سميتو من جهة العلف، العلف شويه كان النخاله كانت شويه طالعه دايره 2400، الشعير 60 ريال، الفول داير 110، هو اللي شويه سميتو العام شويه جا ناقص، ولكن قاومنا ووقت مزيان مزيان مزيان. انتوما ولاد هنا ولا؟ لا انا حنا ولاد القلعه، قلعه والحولي مزيان، كاين الحولي، الحولي كاين موجود والثمن مناسب، الثمن مناسب. بالنسبه للحم ديال الحولي يعني كنا عرفناش شحال هذيك كتسرق من الناس هذوك كاين اللي كيعلف داك السكاليم ديال الدجاج هو اللي كيخسر الحولي، كيخسر اللحم ديال الحولي. امال الحولي بالنسبه اللي علف علف طبيعي مزيان كيجي كنبيع للناس انا هنايا الكليان، ما عمر شي واحد شكا ليا من العلف من الحولي، ولكن العلف طبيعي. السلاله ديالنا حنا السلاله ديال بنيكيل وفيها بعض الرؤوس ديال الاغنام الجهه ديالنا ديال وطاط الحاج. السلاله ديال بنيكيل معروفه باللحوم الحمراء والجوده ديالها، كنجيبوها سنويا لان عندنا كليان هنا في الرباط سنويا كيبغيو هاد الغنم هادي، كنجيبوها تقريبا للكليان مباشره كيجيو كيعلموها هي هادي. بالنسبه للاثمنه كيفاش دايره هاد العام مقارنه بالعوام؟ كاين شي شويه ديال الارتفاع، كاين تقريبا ديال 4,000 حتى 6,000 ريال في الراس، لانه نظرا ديال العلف، العلف غالي لان الجفاف ضرب المنطقه بزاف، وكانت كطيح علينا رخيصه شويه لانه كانت الدوله كدعمنا شي شويه بداك الزرع المدعم. هاد العام ما كاينش، كانوا قاولونا باش تكون شي حاجه، هاد العام ما جابوا لنا شيء، هذا هو باش طاحت لنا الكسيبه شويه غاليه، كاين ارتفاع شويه الفصه غاليه. بالنسبه للسمنه يعني واش كاين الحوالة عامرين ولا؟ بطبيعه الحال يعني بطبيعه الحال انت كتعرفها سلاله زينه، حنا معلفين يعني كنقول لك هذا هو اللي زاد 4,000 حتى 6,000 ريال نظرا للسيار، تفهمنا؟ لانه كاين مثلا اللي كيعلفوا شي علف ديال شي حاجه كيطيح لهم شويه رخيصه، حنا كتحافظ على الجوده ديال اللحم، الجوده ديال اللحم كتكون زرع ونخاله، لهذا باش كتبقى اللحيمه زوينه للكليان ديالك. يعني الا ديك الجوده ما نخافوش من داكشي اللي كانوا معرفين ابدا. انا كنقول للكليان ديالنا حتى اللي بغى ينجلزي مع شي كونترا ولا شي حاجه مرحبا به، من الناحيه ديالي انا ما كنضمنش واحد اخر، كنهضر على على هاد الكوري هذا الكراج. خويا حنا جايين من المنطقة ديال ميشليفن،
جبناها هذه السلاله ديال السلاله ديال شي محل اللي معروفه ب بلانوك وجايين لهذه المنطقه السلاله هذا العام كانت دوله لتطوان كل مضيق جميع المناطق زعما وكان اثمنه مناسبه خويا هذا العام شي شويه الصوم كاين باقي ما البيع شي شويه ناقص شي شويه دابا ما مي العرف هذا العام غالي زايد علينا هذا العام العرف ديالهم هذا العام غالي يعني ملي كيزيد العرف كتزيدو الثمن في الحولين واه كنزيدو الثمن في الحولين كطلع النسبه ديالهم بداك العرف اللي كنعطيو كطلع النسبه ديالهم الا ما زدتيش في الثمن ما كيكونش عندك وبالنسبه كيف ما كنعرفو الناس كيقلبوا العموريه كاين حوالي يعني واقفين عامرين واه كاين الحوالين كاين حوالا اللي مقابلين مزيان كاين ني كاين ني كتكون عنده عاوتاني الاثمنة ديالو شي شوية طالعة شي شوية وكاين عاوتاني دوك الصغار عاوتاني كولا واحد جاي من اقليم بولما نواحي كيكو جبنا هاد السلالة ديال البرقيل لهاد البلاصة القرية السلا والحمد لله جينا البارح وصلنا مع داك الوقيت هاد العصر والمليح تبارك الله كاين وهاد السلالة عليها طلب بزاف بالنسبة لهاد الناس هنا واخا مازال الناس ما كيشريو شي بزاف المهم القضية بخير الناس كيطلبوا هذا النوع ديال هذا البرقي هذا ومرحبا بالناس ديال سلا ومرحبا بنا عندهم واللي مكتبه لي شي حاجه غيديها والجوده كاينه تبارك الله